عثرت قوات مدعومة من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في سوريا على مجموعة كبيرة من الوثائق والبيانات الرقمية في محيط منبج معقل داعش، وذلك إثر إخلاء عناصر التنظيم لتلك المواقع بعد سيطرة قوات سوريا الديمقراطية عليها. بحسب العقيد كريس جارفر المتحدث باسم الجيش الأمريكي في العراق، قال فإن المواد جمعت هذه المواد أثناء تحرك مجموعات قتالية مدعومة من قبل التحالف الذي تقوده أمريكا بين القرى المحيطة بمنبج معقل داعش. تضم المواد أكثر من 4 تيرابايت من البيانات الرقمية تم استخلاصها من أجهزة كمبيوتر محمولة وأقراص USB، كذلك كتب عن الرياضيات المتقدمة والعلوم الطبيعية وكتب دينية تمت إعادة صياغتها من قبل داعش لتلائم أجنداته، إضافة إلى بعض الخطابات المتبادلة بين قادة أفراد التنظيم. المواد التي خلفها داعش من القرى التي تركها في محيط منبج على كثرتها ستساعد بعد تحليلها ستساعد التحالف الذي تقوده أمريكا على فهم مخططات داعش وتحركات ميليشياتهم، كذلك ستعطيهم انطباعا سيكولوجيا عن أفراد التنظيم وعن الأساليب التي يتبعونها في قراءاتهم وخطاباتهم، بالتالي ستساعد في مهمة محاربتهم وتفكيك تنظيمهم من خلال فكره.